مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم بعد الصافره اللي بنطرح فيه كل يوم اربعاء القضيه الابرز على الساحه الرياضيه العربيه والعالميه. معي انا عبيده نفاع. مفاجاه كبرى فجرها اياكس امبارح بدوري ابطال اوروبا واخرج ريال مدريد من دور 16 بعد ما فاز عليه 4-1 على ارضيه ملعب سانتياغو برنابيو، وهي المره الاولى اللي بيطلع فيها ريال مدريد من هذا الدور من موسم 2009-2010. يعني اللي تحقق امبارح كان إنجاز تاريخي. الخسارة بحد ذاتها طبيعية بكرة القدم، ولكن هزيمة مبارح لريال مدريد كانت أكثر من مجرد مباراة وأكثر من مجرد خسارة لعدة أسباب، منها أنه الفريق تلقى 3 هزائم متتالية خلال أسبوع، 2 منها كان أمام الغريم التقليدي برشلونة، وواحدة منهم كانت بنتيجة ثقيلة جدا. أما هزيمة أياكس فكانت النتيجة الأكبر على الإطلاق، وتأثيرها كان الأكبر لأنه صار في إقصاء من دوري أبطال أوروبا لحامل اللقب خلال المواسم الماضية. هل هي نهاية حقب لريال مدريد وبداية مرحلة ضياع مثل ما صار بين 2002 و2008 رغم وجود كم من نجوم الكبير بهذيك المرحلة؟ ممكن تكون بداية مرحلة شك وانهيار إذا تم التعامل مع الموقف بطريقة خاطئة، ممكن تكون أزمة عابرة وتمشي بكل بساطة وبكل سلاسة إذا ريال مدريد عرف كيف يتعامل مع الموقف. أسباب هزيمة الريال بتنقسم لشقين، شق فني وشق نفسي. البعض راح يوجه أصابع الاتهام لبيريز وهو محق، لأنه بيريز يتحمل هو وإدارته جزء كبير جدا من مسؤولية ما يحدث لريال مدريد مؤخرا، ولكن القضية أكبر بكثير من مجرد قرار إداري ببيع لاعب وعدم تعويضه أو خسارة مدرب وما إلى ذلك. خلينا نبدأ بالشق النفسي ونشوف ليش تراجع مستوى لاعبي ريال مدريد وليش قل تحضيرهم الذهني والنفسي للمباريات. ما في فريق أو لاعبين بالعالم بيصلوا لمرحلة الشبع من الانتصار أو تحقيق الألقاب. اللي بيحكي هذا الحكي إنسان يعني يمكن ما بعرف مدى إلمامه بكرة القدم، لأنه اللاعب دائما طالما هو على أرضية الملعب رح يحاول يجيب الانتصار. ممكن بعض اللاعبين تقل رغبتهم ببذل مجهود أكبر لتطوير أنفسهم بسبب غرور ما، ولكن أنه يشبع اللاعب يدخل مباراة بعقلية أنه ممكن فوز ممكن أخسر، هذا شيء بشوفه غير قابل للتطبيق أو مش شائع بكرة القدم بشكل عام. المشكلة الأساسية للريال سببها انعدام الثقة بالقدرات وبالكادر الفني وبالإدارة من قبل اللاعبين. لاعبين الريال بعد خروج رونالدو شعروا أنهم فقدوا سلاحهم الفتاك، وكأنهم نازلين على معركة بالسلاح الأبيض بينما كان معهم سلاح مؤثر، وكان هالشي واضح جدا حتى من تصريح مودريتش الأخير قبل مباراة أياكس اللي تحدث فيه عن أهمية وجود كريستيانو رونالدو، ولو أنه قال لازم نشجع بيل وبنزيما وإلى آخره، ولكن رونالدو لا يعوض. المشكلة النفسية الأخرى كانت بخروج زيدان وحالة التخبط بتعيين المدربين، وهون بيريز بيتحمل مسؤولية لأنه هو السبب باختيار المدربين اللي فشلوا بشكل عام مع ريال مدريد. أما آخر مشكلة هي أنه اللاعبين فقدوا الثقة بالإدارة إذا رونالدو وكاسياس وتخلى عنهم بيريز بكل سهولة، كيف بقية اللاعبين؟ فبالتأكيد كل لاعب صار يحس حاله معرض لأنه يخسر محله بريال مدريد. طبعا بالإضافة لأنه إدارة ريال مدريد هاجمت العديد من اللاعبين وعملت عليهم حملات مدروسة عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وطبعا لأسباب ومشاكل شخصية مع بيريز. ولما الأمور تصير بأي مؤسسة تدار بشكل شخصي، يعني مصير هاي المؤسسة هو الفشل المحتوم وإن تأجل. أما الشق الفني فالجيل الذهبي لريال مدريد حقيقة بدأ ينتهي. خلينا نشوف أو نطلع على تشكيلة الريال، منشوف أنه بكل صراحة بنزيما، مارسيلو، وبدرجة أقل يمكن شوي مودريتش فقدوا إلى حد ما قدراتهم الفنية اللي كانوا عليها. بدأت مرحلة النهاية، ما فيك تطلب من أي لاعب أنه يكون مثل رونالدو أو مثل ميسي يوصل لعمر 32 أو 34 سنة ويظل بمستواه، هذا شيء غير ممكن بالنسبة للاعبي الريال. أما بقية لاعبي الحرس القديم مثل إيسكو ونافاس فبصراحة تعرضوا لظلم كبير جدا من قبل إدارة الريال وعلى رأسها بيريز. أما اللاعبين الوحيدين اللي ما بعرف ليش تراجع مستواهم هن فاران وكارفاخال.
تراجع مستواهم بشكل غريب جدا خلال الموسم الحالي، ولكن كرة القدم هي لعبة جماعية بالنهاية، واللاعبين راح يتأثروا طبعا بأداء المجموعة ككل، وبالتالي هن يتأثروا بأداء بقية اللاعبين. أما السبب الأبرز يمكن بالإضافة للسببين اللي حكينا عنهم، فهو سبب ممكن سميه استراتيجي. ريال مدريد غير استراتيجيته، كان زمان يجيب اللاعب جاهز يجيبه على الفريق ويعطيه الفرصة أنه يقدم مستواه ويجيب بطولات. أما اليوم فصار ريال مدريد يعتمد على سياسة إنتاج اللاعبين وتطويرهم وتصعيدهم للفريق الأول، وبالتالي بناء فريق من الشباب، وهي استراتيجية برشلونة كانت خلال السنوات الماضية، وهي السبب بتفوق برشلونة أوروبيا ومحليا خلال الفترة الماضية. ولكن هذا الشيء رغم أنه صح، بس يحتاج إلى أنك تكسب ثقة لاعبين الخبرة وتحافظ على أسلحتك القوية داخل الفريق، وبالتالي لازم يكون في نوع من التوازن، لأنه شباب بس ما بيقدر يقودوا فريق بحجم ريال مدريد، محتاجين لاعبين خبرة يكونوا بمستواهم النفسي والبدني والفني. وللأسف بيريز خسر ثقة العديد من لاعبي الريال المخضرمين واستبدلهم بلاعبين شباب ممكن يبرزوا بقادم السنوات، ولكن هذا الشيء راح يكون مقابل أنه الريال يدخل بمرحلة شك ومرحلة تراجع خلال الفترة القادمة. الحل يبقى دائما مش بمحاولة تعويض من رحلوا، لأنه من رحل لا يعوض، ولكن بتصحيح الأخطاء وفقا للمعطيات الحالية. بأبرز نتائج الأسبوع طبعا، برشلونة أقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا بثلاثية بالإياب، ورجع فاز عليه مجددا بالسانتياغو برنابيو 1-0 بالدوري، وبالتالي أصبح قريب أكثر من أي وقت مضى لتحقيق اللقب. ديربي الميرسي سايد ليفربول وإيفرتون انتهى بالتعادل السلبي كالعادة. مانشستر سيتي خطف الصدارة من ليفربول بفوز 1-0 على بورنموث. ديربي شمال لندن انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ومانشستر يونايتد عمل ريمونتادا على ساوثهامبتون ودخل بين الأربعة الكبار، وهو الإنجاز اللي يمكن يتحول لتاريخي لسولشكاير إذا استمر هيك لنهاية الموسم. هذا كان كل شيء لحلقة اليوم من بعد الصافرة، نلتقي الأربعاء المقبل بحلقة جديدة من هون لوقتها، كونوا بألف خير.